عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا صحون وفنون بيقدم كل يوم وجبة أو أكلة مختلفة خلال شيف متخصص. أنا عايزكم تراقبوا الشيف ده كويس وتسمعوا المقادير اللي بيقولها وتحفظوها، لأنكم لو حفظتوها هتقدروا تحصلوا على جايزة من برنامجنا. معنا كمان كل يوم في ضيف، الضيف ده ممكن يكون فنان أو فنانة، مطرب أو مطربة، رياضي أو صحفي أو أديب، ومن خلال الضيف ده هنعرف مع بعض إن فعلا الصحون فنون. سيداتي رئيساتي سادتي، ضيفتنا النهاردة نجمة من أكبر نجمات المسرح، بل هي علامة من علامات المسرح العربي. لعبت أدوار مميزة كتير جدا في التلفزيون، ولعبت أدوار مميزة كتير جدا برضو في السينما. ضيفتنا النهاردة هي إيزيس، وفي نفس الوقت سماسم ليالي الحلمية. ضيفتنا النهاردة الفنانة العظيمة سهير المرشدي. لن ازاي حال حضرتك؟ ازاي حالك؟ اتفضلي. ميرسي. انا عارف ان حضرتك عيانه النهارده وتعبانه وعندك انفلونزا، وبرده نزلتي وجيتي لغايه عندنا، وده انا بقدره من حضرتك جدا جدا. ميرسي. جدا والله. صحيح، يعني احنا في غايه السعاده ان حضرتك تكوني موجوده معنا النهارده. ده انا اللي سعيده جدا، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالف صحه وسلامه. ميرسي. طب اللي بنبتدي بسؤال تقليدي في البرنامج بتاعنا، ايه اخر اخبار حضرتك الفنيه؟ آخر أخباري الفنية لا عزاء للأقارب. لا عزاء للأقارب. ده عمل تلفزيوني. يعني هزني قوي، هو سهرة تلفزيونية بس، علشان الواحد يتوخى الحقيقة. هي دي آخر حاجة فعلا عملتها. ده بالنسبة للتلفزيون. بالنسبة للإذاعة في حاجة أنا بحبها قوي، شهرزاد. الله. طبعا. ولطه حسين. يا سلام. وكان بيتكلم عن المرأة بشكل جميل قوي، يعني ازاي المرأة ما حدش يهينها، لان المرأة دي هي الام وهي الاخت وهي الزوجة وهي الحبيبة وهي العشيقة وهي الجارة. الام الحقيقية هي الوطن. بالظبط كده. فطبعا المعنى قد كده جميل ورشيق، ولو انه لغه عربيه ودسم جدا، لكن طبعا فدول العملين اللي اخر اعمال الفنيه، ودول اكتر من كفايه. ربنا يخليك. طب انا هسال حضرتك سؤال تاني. أيه. ازاي يعني احنا كلنا الانطباع اللي بناخده عن سهير المرشدي الممثله المسرحيه الجاده، انا عارف، انا يمكن حضرتك الساده المشاهدين ما يعرفوش، لو المخدين يشوفوا مدام سهير بتمثل من اخف دم الناس في الدنيا. اهو انت. اهو انت. اهو انت. اهو انت واخواتك. هسال حضرتك السؤال، احنا خلصنا دردشه في الفنون، هنخش في الصحون. صحون؟ ايه الصحون؟ ماليش فيها. ما تعرفيش تطبخي؟ اعرف اطبخ كل حاجه، بس ما اطبخش ولا حاجه. ازاي بقى؟ يعني لازم اتزنق برضه، ما هو انا ما اعملش اي حاجه غير لما لازم موقف جلل كده فخلاص يعني. طيب لو حضرتك ما 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 مش في المطبخ دلوقتي. لا 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 خالص، احنا هنروح لشيف متخصص. ايوه. بيعرف يطبخ كويس قوي. كل اللي حضرتك هتعمليه انك هتطلبي منه اي اكله، واللي هتأمري بيه هيجاب فورا. ربنا. انا مش عايزه اتعبه. لا 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 لا، ما احنا خلينا قاعدين. لا لا. خلينا قاعدين. بس الاكل ده على فكره هو الغذاء الروحي احلى حاجه، والغذاء الثقافي. اكل ايه وبتاعي؟ بس هنعمل ايه؟ الشيف ما هو مستنينا. انت عازم حد؟ بجد؟ هتشوف. مساء الخير. اهلا. مساء حضرتك طيبه. حضرتك طيب. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. اللي حضرتك عايزه تطلبيه بقى؟
انت مش عارف؟ انت مش عارف؟ انت اللي هتأكلنا ولا احنا اللي نطلب؟ حضرتك هتطلبي وانا هنفذ. ربنا يخليك، يعني لو طلبت أي حاجة تعملها؟ أي حاجة. طيب أنا هطلب حاجات من دي. أنت عندك الفلفل؟ اه. والليمون؟ عندك قرفة خشب؟ نجيب قرفة ونشفة حضرتك يعني. بتنفع؟ اه طب ماشي أنا موافقة. خلاص بس ما شاء الله. إيه اللي بقى دي؟ لا قال لك نجيب قرفة ونشفها ونخشبها. لا. طيب أنا عايزة كبسة سعودي. اه حاضر. اللحمة ايه؟ اللحم باللحم الغنم. ها ايوه الله ينور عليك. الله ينور عليك. سعودي بقى لحم غنم على طول. في هنا غنم؟ في ولا هنشتري؟ اوعى انا عايزاها مظبوطه جدا. خلاص طب نعمل لك سلطه جنبيها بقى مثلا، طماطم بالبصل كده. ربنا يخليك. طماطم سعودي بقى عظيم. نقعد في الاوضه السفره قبل ما. اوكي اتفضل. ما تتاخرش علشان احنا عندنا شغل. اتفضل. هقدم لكم اليوم طبقين. الطبق الاول عباره عن كبسه على الطريقه السعوديه، والطبق الثاني سلطة طماطم بالبصل. نستعرض مع بعض المقادير بالنسبة للكبسة على الطريقة السعودية. لحم غنم متقطع كبير زي ما انتم شايفين، طرنشات بصل، قرفة خشب، ليمون ناشف، حبهان اللي هو الهيل، طماطم، فلفل رومي، كوسة، جزر، فلفل حر، ملح زائد بهار، أرز أمريكي أو بسمتك، 2 علبة صلصة طماطم جاهزة، سمن طبيعي في العلبة زي ما انتم شايفين. المقادير بالنسبة لسلطة طماطم بالبصل: نص كيلو طماطم مفروم بالسكين زائد نص كيلو بصل مفروم بالسكين، ملح زائد كمون زائد بهار أبيض اللي هو الفلفل الأبيض. نعيد مع بعض المقادير مرة تانية بالنسبة للكبسة على الطريقة السعودية. لحمة غنم متقطعة كبير زي ما انتم شايفين، طرنشات بصل، قرفة خشب، ليمون ناشف، طماطم، فلفل رومي، كوسة، جزر، فلفل حار، 2 علبة طماطم جاهزة، سمن طبيعي في العلب زي ما انتم شايفين. المقادير بالنسبة لسلطة الطماطم بالبصل: نص كيلو طماطم مفروم بالسكين زائد نص كيلو بصل مفروم بالسكين، ملح زائد كمون زائد بهار أبيض اللي هو الفلفل الأبيض. نبدأ نجهز مع بعض. أول حاجة سلطة الطماطم بالبصل. نجيب البولة اللي هنحط فيها سلطة الطماطم بالبصل. عندي البصل مفروم زي ما انتم شايفين، وانا عشان كده بقول بالسكين يعني ما نفرمهوش في المكنه عشان يطلع سلطه، ما ينفعش، لازم اقطعه بالسكينه قطع صغيره زي ما انتم شايفينها كده. حطيت البصل. بعد كده هضيف على البصل الملح والفلفل الابيض اللي هو البهار الابيض والكمون. هقلب ده كله تقليب كويس مع بعضيه. هبدا اضيف الطماطم متقطعه برده نفس التقطيع زي البصل، وهقلب كله مع بعضيه. السلطه دي كميه البصل قد كميه الطماطم. السلطه دي من ضمن السلطات اللي بنقدمها مع الاكل السعودي، عشان كده اخترنا ليكم السلطه دي. كده السلطه جاهزه. هجيب البوله اللي انا هقدم فيها السلطه وابدا انزل السلطه فيها. طريقه سهله وكلنا ممكن نعملها، وجربوها هتعجبكم، يعني طعمها هيعجبكم. كده حطيناها في البوله وصلحنا البوله زي ما انتم شايفين. بعد كده ممكن اجملها باي حاجه عندي، ورقتين خس على الجناب كده. هي طبعا مش محتاجه تجميل، ممكن تقدم كده بدون تجميل، ولكن هي بتتاكل بدون تجميل كده، ولكن انا هحط لكم اي حاجه خس اخضر او ليمون المتوفر عندي، بحيث ان انا اخلي شكل البوله زي ما اتفقنا عمليه جماليه يعني. كده السلطة جاهزة عندي. أبدأ أجهز الطبق الثاني اللي هو كبسة على الطريقة السعودية.
طبعا احنا عارفين انواع الكبسه كتير، ولكن اليوم هنعمل لكم كبسه بلحم الغنم على الطريقه السعوديه. حطيت السمن، طبعا هفك السمن زي ما احنا متعودين وعارفين. بعد كده هجيب اللحم اللي متقطع، لحم الغنم اللي متقطع زي ما انتم شايفين، وحمر اللحم كده. اللحمه زي ما احنا شايفين اتحمرت، اضيف البصل نقلب كله مع بعضين. على ما البصل يستوي ممكن اضيف حاجه من عندي، فص ثوم كده واحد، وطالما هيستوي مش هيغير طعم الاكل يعني. كده البصل اتحمر، ابدا احط الثوم، فص الثوم اللي انا قطعته ده قدامكم، بعد كده ابدا اجيب الخضار اللي عندي اللي هو الطماطم اللي انتم شايفينها دي، طبعا مغسوله ونظيفه، واقطعها قطع صغيره. قطعنا الطماطم، نشوف البصل واللحمة محمر كويس زي ما انتم شايفين. هبدأ اضيف الليمون الناشف المغسول اللي عندي، واحط الهيل، حطيت كم حبة سليم، ممكن افتح واحدايه اكسرها عشان تدي تيست احسن. بعد كده احط القرفة الخشب، طبعا كله مغسول ونضيف زي ما انتم شايفين. بعد كده اضيف البهار اللي عندي والطماطم، اقلب ده، وبعد كده اضيف الطماطم اللي انا قطعتها الفريش. كله اتقلب زي ما انتم شايفين. اضيف ملح، بعد كده اجيب الصلصه اللي جاهزه عندي في العلب، كده الاساس بتاع الكبسه جاهز او الراس بتاعتها جاهزه. اعلي على النار، طبعا صلصه تقيله زي ما انتم شايفين، اضيف لها الميه المناسبه على قد كميه الرز اللي انا هسويها. اغطيها لحد ما تغلي، طبعا زي ما احنا عارفين اللحمه بتاخد على النار حوالي نص ساعه على ما تستوي، والاكله دي لازم اللحمه تكون استوت والصلصه كل حاجه، وبضيف الرز واستنى عليه ربع ساعه. بعد ما اضيف الرز مجرد ما يشرب الصوص بتاعه والصلصه بتاعته اهدي عليه النار واسيبه على النار ربع ساعه لحد ما يكمل سواه. كده غليت واستوت، وهي دلوقتي بقى على النار نص ساعة. نبدأ بعد كده نضيف الجزر والبدنجان والكوسة والفلفل اللي احنا مقطعينهم زي ما انتم شايفين. بعد كده
نقلبهم تقليبه واحده. نجيب الرز زي ما انتم شايفين، الرز مغسول جاهز، ده رز امريكي. بنحط البيون او الشوربه اللي احنا هنحط فيها الرز قد الرز مرتين. حطينا الرز نقلبه. كده الكبسه بتاعتنا خطواتها كلها جاهزه. نحط الفلفل الحار على الوش ونهدي النار عليه ونغطيه واسيبه على النار لمده ربع ساعه على نار هاديه. مجرد ما يشرب الرز يشرب ميته اخليه على نار هاديه لمده ربع ساعه. علشان كده انا مجهز لكم كبسه جاهزه عشان اوريها لكم اختصارا للوقت. كده الكبسه مستويه زي ما انتم شايفين. نجيب سرفيز ونغرفها عشان تشوفوها مع بعض. زي ما انتم شايفين الكبسه كده جاهزه بشكلها النهائي على الطريقه السعوديه. وبكده اتفضلوا حضراتكم الكبسه على الطريقه السعوديه جاهزه، وصلت الطماطم والبصل جاهزه، وتفضلوا بالهنا والشفا. مدام سهير حضرتك. أول مرة أطلع من غير النضارة لاحظت. أنت كده قمر. ربنا يخليك. المهم شوف عليا كده كويس. هايلة. أيوه أنت كده حلوة. أيوه يا أوعى تاخدها بعد. لا 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 خلاص. شوف يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لحمة غنم. وترانشات بصل. وقرفة خشب. يعني لو قرفة مش خشب أنا مش مسؤولة. تبقى السعودية ماليش دعوة. ليمون ناشف، طماطم وفلفل رومي، وكوسة وجزر وفلفل حار والملح والبهارات، وأرز أمريكي ضروري بيبقى ليه حجم وضع تاني، وسمنة مصري طبيعي. قبل ما نكمل الأكل عايز أقول لحضرتك على حاجة. إن حضرتك النهارده بجد كنت مشرفانا. ربنا يخليك. وأنستينا ونورتينا، وأنا كنت سعيد جدا إن أنا أجريت اللقاء ده مع حضرتك بجد. والله العظيم وأنا كمان جدا ميرسي إنك أنت أتحت لي الفرصة إن أنا آكل معاك عيش وملح. ربنا يخليكي بس. وهعتبر نفسي إن أنا أكلت عيش وملح مع كل السادة اللي شافوني. الله يخليك. مش هنخون بعض. لا لا أبداً. أعمل أي عمل هم يقعدوا يشوفوه ويقولوا لي رأيهم بمنتهى الصدق. وكل سنة وانت طيب. وكل سنة وحضرتك ألف طيبة. ربنا يخليك. سيداتي أنساتي سادتي،
بكده يبقى وصلنا لنهايه الحلقه. الى ان نلتقي في حلقه اخرى من برنامجكم صحون وفنون، لكم مني اطيب الاماني. دايما حيكون معانا نجم يشاركنا.